تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح الصحة، وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وقبل لا نبدأ البرنامج، أحب أني أرحب بفريق العمل المبدع معايا، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، ومن خلال برنامج صحة وسعادة مستمعينا دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. ونستعرض وياكم مستمعينا فقرات برنامجنا هذا اليوم، ودائما الفقرة الأولى فقرة الأخبار المحلية والعالمية اليوم تحت عنوان السلطات الصحية الأمريكية لا تقبل دجاجاتكم، بنتكلم أكثر حول هذا الموضوع. وفقرة السوشيال ميديا، ودائما مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي والصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية، وبتعطينا المستجدات اليوم زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أما فقرة التغذية مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم تحت عنوان مسميات البطاقة الغذائية، وبتكون معنا عبر الهاتف خبيرة التغذية الأستاذة عرين رشيد، أخصائي التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معها اليوم عن أهمية البطاقة الغذائية وأهمية قراءة هذه البطاقة الغذائية، وكيف نقرأها وكيف نفهمها، وأيضا المعلومات التي على البطاقة الغذائية كيف نركز عليها، وأيضا الأثر الإيجابي المتوقع من أهميتنا بقراءة البطاقة الغذائية. وعن خدمات هيئة الصحة بدبي مستمعينا الأعزاء، أحد أهم الخدمات المميزة أيضا التي تقدمها هيئة الصحة بدبي بحديثنا اليوم، أو موضوع حديثنا اليوم، عن خدمات صحة المسافرين، وبتكون معاي اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة المرزوقي، أخصائي طب أسرة بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معها عن هاي الخدمة المميزة الحقيقة، خدمات صحة المسافرين في هيئة الصحة بدبي، والخدمات الأخرى اللي توفرها الهيئة في هاي العيادة، وأيضا ضرورة مراجعة خدمات أو الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي الخاصة بالمسافرين، ومواضيع أخرى حول هذا الموضوع. فهاي كلها فقرات برنامجنا مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-1414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل معكم مستمعينا الأعزاء إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول على صفحات هيئة الصحة بدبي لهذا اليوم، مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور، ويعد الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والسعادة، ويوم موفق إن شاء الله أختي أسمى، ومليء بالنشاط والطاقة الإيجابية، وأنت ما شاء الله عادة الطاقة الإيجابية، يعني ما في كلام.
الله يحفظك فشو بتعطينا اليوم المستجدات؟ اليوم الأحد وهو غالبا إن شاء الله على قولتهم اللي يحبك الأحد، وإن شاء الله يكون يوم وأسبوع حافل بالإنجازات والإبداع إن شاء الله. عندنا تقريبا بعض الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي من أهمها، بس حب واللي هي مأكد عليه أن حتى لو كان يعني تطعيم والشخص ما أخذ تطعيم، هذا لا يعني أنه ما يلتزم بإجراءات وقائية. مثلث الوقاية من كوفيد هي تركز على ثلاث أشياء وايد مهمة كل فرد فينا يقدر لازم يسويها، اللي هي لبس الكمامة، التباعد الجسدي، وغسل اليدين باستمرار. يعني حتى لو كنا ماخذين التطعيم، هذا لا يعني نحن نتقاعس أو أن نحن يعني ننسى الإجراءات الاحترازية. نوصل خليهم تلاقي في هاي العلم. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها هي الخطوات في قلب صحي وسليم، نصائح قاعدين نحطها بشكل أسبوعي حول المعلومات الصحية العامة والأشياء اللي ممكن تعزز صحة ونمط الحياة الصحي. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت خلال عطلة نهاية الأسبوع مشاركتنا مع دبي هولدينج في مبادرة أفضل هدية إنقاذ حياة. شاركنا معهم من خلال تواجدنا في موقع ذا بيتش، وهو ضمن الحملة اللي حتكلم عنها واللي قاعدين نحن نسويها تقريبا من أكثر من شهر مع دبي القابضة. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، والأهم من هذا كله أن نأكد على مواضيع أن جميع مراكز صحية الصحة تستقبل الخاصة بالتطعيم وأيضا الخدمات الأخرى هي من خلال المواعيد المسبقة. توصلنا وايد أسئلة إذا في مراكز ووك إن هيئة الصحة ما يعني جميع مراكزها فقط من خلال المواعيد المسبقة، وممكن يأخذ الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA. تقريبا هذه كانت قناة التواصل الاجتماعي، أتمنى لهم يوم سعيد. شكرا جزيلا أختي أسماء الجناحي، وأتمنى لك إن شاء الله اليوم يوم سعيد موفق ومليء إن شاء الله بالنشاط وبالطاقة الإيجابية. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نأخذ الفاصل بنقرأ هذه الدراسة: بكاء المرأة الحامل يؤثر على الجنين. وفقا لدراسة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة زيورخ بألمانيا، أن التمثيل أو أهمية التمثيل الغذائي للجنين يتأثر بحزن الأم، حيث يؤدي أيضا حزن الحامل إلى تغييرات هرمونية سريعة تؤثر بشكل مباشر على جنينها، ويؤدي أيضا حزن المرأة الحامل إلى زيادة الكورتيزون وهو هرمون التوتر لدى المرأة، والذي يؤثر على عملية التمثيل الغذائي للجنين. وبعد الفاصل مستمعينا الأعزاء، مع بطاقة أو بطاقات الغذائية وأهمية البطاقة الغذائية، بتكون معنا الأستاذ عبر الهاتف الأستاذ عرين رشيد، أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. خلكم معنا يعني فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا عن أهمية معرفة البطاقة الغذائية. طبعا من دون شك فإن البطاقة الغذائية مهمة جدا، ومهمة أيضا قراءة المعلومات أو التعرف إلى ما تتضمنها البطاقة الغذائية من بيانات ومن معلومات مهمة عن المنتج. طبعا يكون التركيز فقط في الغالب، يعني إحنا نركز فقط على تاريخ صلاحية المنتج، يعني تاريخ الصنع أو الانتهاء، ولكن أيضا هناك مستمعينا الأعزاء معلومات مهمة وبالغ الأهمية لمعرفة من خلال قراءة المحتوى على البطاقة الغذائية. للمزيد من المعلومات ومعرفة المزيد حول هذا الموضوع، معنا عبر الهاتف الأستاذة وخبيرة التغذية الأستاذة عرين رشيد من هيئة الصحة بدبي. الأستاذة عرين، صبحت الله بالخير والعافية. صباحكم الله بالخير أستاذ عبد الله، ويعطيكم ألف عافية يا رب.
وعن جد هذا الموضوع جدا مهم. موضوع البطاقة الغذائية زي ما تفضلت، احنا مشكلتنا ان احنا بس نطلع على تاريخ الانتهاء للمنتج. صحيح. ولكن البطاقة الغذائية فيها اشياء اكثر اهمية كمان لازم نطلع عليها، لانها كتير مهمة لصحتنا ولتفادي الامراض المزمنة اللي موجودة في العصر. هلأ بداية بعض الناس بتقول لك البطاقة الغذائية إيش هي أو ماذا تعني بالأصح؟ البطاقة الغذائية تعتبر كدليل غذائي، يعني تحتوي على كثير من المعلومات عن المنتج، وبتكون على شكل جدول صغير على مغلف السلعة الخارجي. صحيح. يعني فيش منتج ما حتلاقي عليه هاي البطاقة، لازم تكون موجودة. هاي من الأشياء المهمة والأساسية لأي منتج. هلأ قراءة البطاقة الغذائية بتساعدنا إحنا كأشخاص عاديين بأنه اختيار الأطعمة بشكل صحي أكثر، وبنفس الوقت منقلل من العوامل الخطيرة اللي ممكن تتسبب لبعض الأمراض. صحيح. هلأ البطاقة الغذائية فيها معلومات مثل إيش؟ أول إشي اسم المنتج، أهم إشي إحنا ننظر على اسم المنتج، يعني إيش هو نفس اللي مكتوب على البطاقة الغذائية، لأنه ممكن بالغلط يكون إنه اسم المنتج غير اللي مكتوب على اللي موضوع عليه من برا، فهذا جدا مهم نتأكد منه. الشغلة الثانية، في بعض القائمة زي الحقائق التغذوية مثل كمية السعرات الحرارية، إجمالي الدهون، الدهون المشبعة، إجمالي من السكريات، الصوديوم، البروتين والألياف. هاي بعض الحقائق اللي محطوطة بتكون على كمان على البطاقة الغذائية. طبعا هلأ أنا هقولكم كيف ممكن نقرأها. نعم. عندنا كمان بعض المعلومات عن المضافات الغذائية، حنلاحظ انه مثلا في بعض المضافات حتقولوا ليش مذكورة، هي مذكورة عشان تعرفوا انه هذا المنتج اضيفت لها بعض الاضافات عشان ترفع قيمة المنتج الغذائي. يعني مثل هذا المنتج مدعم بالفيتامينات او مدعم بالمنكهات، لانه على اساس انه المنتج يكون اكثر غذائي. خلينا نقول تعليمات أيضا التحضير والتخزين، وهذا جدا مهم نطلع عليه، لأنه يعني إذا إحنا ما طلعنا على كيف إنه نستخدم هذا المنتج ممكن نؤدي إلى فساد المنتج، أو خلينا نقول إلى نعمل مشكلة يعني إنه صحيا علينا وإحنا مو منتبهين. فمثلا ممكن يكون مذكور مثلا إضافة الماء لمواد الجافة، أو بعض التعليمات عن درجات الحرارة معينة لبعض المنتجات عشان نعرف كيف نخزنها، فهذا جدا مهم إنه ننظر عليه. الشغلة الخامسة، العبارات التحذيرية، لأنه بعض الناس إحنا بنعرف إنه مش الكل يعني نقدر نتناول بعض الأغذية حسب طبعا صحة الجسم. يعني خلينا نقول إنه في بعض الناس عندهم حساسية من نوع أكل معين، فلازم ينظروا إلى بعض العبارات التحذيرية، لأنه ممكن بكون مكتوب مثلا لا تتناسب مع الأشخاص المنصابين بحساسية مثل الجلوتين، أو لا تتناسب مع مرضى القلب أو الأطفال. صحيح. أو الحوامل أو المرضعات أو الرياضيين. نعم. أيضا يعني جانب مهم، عفوا المقاطعة أستاذة عرين، بأن بعض الناس تتوقع أو تعتقد بأن البطاقة الغذائية أو المحتوى الموجود على البطاقة الغذائية فقط للأشخاص اللي عندهم بعض المشاكل الصحية أو عندهم بعض الأمراض. طبعا هذا أتوقع أنت توافقيني في الرأي، هذا اعتقاد خاطئ، ولكن البطاقة الغذائية المفروض أن كل شخص يعني يقرأها، لأن معلوماتها مفيدة ومفيدة لصحته، هو بغض النظر يعني إذا كان هو يشتكي مثل ما ذكرت أستاذ عرين يعني من أو صحيح. نعم تفضلي. فعشان هيك الواحد لازم يقرأ البطاقة، سواء عندك مشكلة صحية أو ما عندك، لأنه في أمور هلا نحكي لكم عنها اللي هي موضوع السعرات الحرارية، موضوع الدهون، جدا مهم لتفادي هاي الأمراض كمان. مش شرط أنت يكون عندك المرض عشان أنت تتأكد، أو إذا عندك حساسية من الأكل عشان هيك لازم. صحيح. تقرأ البطاقة، لا، لازم نقرأها بشكل عام، لازم بأي طريقة نقرأها نفهمها. عشان هيك إحنا بنحب نعطيكم بعض الخطوات السهلة لقراءة هاي البطاقة. أول إشي، أول ما نشوف البطاقة الغذائية نبدأ بقراءة الحصة اليومية اللي هي حتكون تتواجد على شكل أكواب أو بالحبة، أو حسب يعني المنتج إيش عبارة عن إيش، أو بالقطعة، وطبعا هي محسوبة بالجرامات أو بالملي. ولكن
الجميع البيانات اللي على البطاقة الغذائية هي بتحكي لك عن موضوع الحصة الواحدة، يعني هي ما بتقول لك فقط إنه المجمل الكامل في العلبة قديش، هي بس بتقول لك على الحصة الواحدة. يعني مثلا إذا أنت عم تأكل أكتر أو أقل، يعني مثلا بقول لك 3 حبات من هذه القطعة تحتوي على هذا الكم من السعرات الحرارية، بس بالعلبة المنتج فيها أكتر من 3 حبات، بس هو على أساسه أنت بتصير تحسب القيمة الغذائية اللي هلا حنحكي عنها. يعني مثلا عندنا إجمالي الدهون يعتبر مرتفع، لما نقرأ مثلا total fats أو إجمالي الدهون مكتوب مثلا إذا كان مثلا يعتبر مرتفع أكتر من 17.5 لكل 17.5 جرام لكل 100 جرام، ويعتبر منخفض إذا كان 3 جرام لكل 100 جرام. يعني إذا إحنا شفنا هاي الأرقام معناته إحنا بنقدر نعرف إذا هذا مرتفع أو أقل من ناحية هاي إجمالي الدهون. هلأ من ناحية الدهون المشبعة يعتبر مرتفع إذا كان أكثر من 5 جرام لكل، هلأ طبعا هذا اللي نحكي فيها لكل 100 جرام، صحيح. ومنخفض إذا كان 1.5 جرام، يعني 1.5 جرام لكل 100 جرام. هاي من ناحية الدهون المشبعة، وبندير بالنا إنه الدهون المشبعة من الدهون الغير صحية وغير مفيدة، فإحنا دائما نحرص إنه بالذات الدهون الإجمالي والدهون المشبعة نتناولها بكمية أقل، أو خلينا نتأكد إنه يكون أقل من النسبة اللي ذكرناها. السكر مثلا يعتبر مرتفع إذا أكثر من 22.5 جرام لكل 100 جرام، ويعتبر منخفض إذا 5 جرام لكل 100 جرام. الملح طبعا إشي مهم جدا كمان ننظر إليه، يعني أنا بقولكم الأشياء الأساسية والمهمة تطلعوا عليها في البطاقة الغذائية، إنه يعتبر مرتفع إذا كان أكثر من 1.5 جرام لكل 100 جرام. أو ممكن يذكر الملح إنه مش سولت أو ملح، ممكن يذكر كصوديوم، فإذا ذكر كصوديوم نتطلع على إنه 0.6 من جرام يعتبر مرتفع، ومنخفض إذا كان 0.3 جرام، هذا كملح إحنا حكينا عنه لكل 100 جرام، ومنخفض أيضا إذا ذكر كصوديوم 0.01 جرام. الشغلة كمان المهمة كمان لازم نطلع عليها السعرات الحرارية، زي ما ذكرنا إنه التأكد من السعر الحراري للحصة الواحدة، وطبعا التقليل من الدهون وزي ما حكينا والدهون المشبعة والصوديوم، والحرص على إنه ننظر كمان للأشياء اللي فيها الألياف والفيتامينات والمعادن المدعمة في المنتجات الغذائية، لأنه هاي جدا تعطينا أول شيء بنعرف إحنا الألياف قديش هي مهمة للإحساس بالشبع ولرفع قيمة نوعية الأكل اللي عم ناكلها، يعني نوعية الغذاء اللي إحنا عم نتناوله. صحيح. وطبعا أستاذة عرين، يعني أهمية المعلومات أو البيانات اللي موجودة على البطاقة الغذائية مثل ما ذكرتي مهمة، ولكن في بعض الأوقات هناك بعض التحديات لقراءة البيانات أو المعلومات اللي موجودة على البطاقة الغذائية، مثل ما وضحتي الحين أن دائما يعني المعايير مكتوبة بشكل يعني جرام، ولكن عامة الناس مرات يصعب عليها معرفة الجرام وتقدير الجرام بالحصة اليومية، ولكن احنا ايضا يعني نقول ضرورية والواحد يتعود ويتعلم كيف يقرأ هاي القراءات على اساس انه ايضا يعرف المحتوى اللي موجود على كل منتج من ناحية البطاقة الغذائية. مضبوط. استاذة ايضا يعني استاذة عرين، مهم طبعا للبطاقة الغذائية والمعلومات اللي موجودة على البطاقة الغذائية، ايضا لو تتكلمين عن الاثر الايجابي يعني من خلال اهتمام الشخص بقراءة البطاقة الغذائية. هلا الاثر الايجابي هو جدا ايجابي وكتير مهم قراءة البطاقة الغذائية، لانه اول اشي الشخص لما بقرأ البطاقة الغذائية بيعطي فكرة عن المنتج اللي هو رح يستهلكه او رح ياكله. الشغلة الثانية انه حتعطيه فكرة على القيمة الغذائية، انه هل هذا المنتج رح يكون مفيد لإلا صحته او ضار لصحته، زي ما حكينا في بعض المعلومات لازم نطلع عليها زي الدهون زي السكريات زي الاملاح. الشغلة الثالثة اللي هي موضوع إنه البطاقة الغذائية فائدتها وأهميتها وليش وضعوها
الشركات المصنعة، عشان لازم المستهلك يفهم ويعرف إنه في بعض المكونات اللي ممكن تكون تسبب الحساسية أو تسبب بعض المشاكل إذا الواحد عنده مشاكل يعني من البداية، ولكن إذا هو لا يعاني من أي مشاكل مرضية ممكن نتفادى هاي المشاكل، خصوصا إذا عرفنا إنه فيها كمية عالية من الدهون المشبعة أو الدهون أو الأملاح العالية. فهاي يعني جدا مهم إنه نعرف البطاقة الغذائية، وطبعا مهم جدا كمان نعرف اللي هي تاريخ الصلاحية. طبعا الكل أكيد أنا متأكدة إنه بيشيكوا على تاريخ الصلاحية، بس هذا لا يعني لا يمنع، خلينا نقول إنه البطاقة الغذائية كمعلومات عن مكوناتها، عن معرفتها، معرفة الناس فيها جدا مهم. صحيح. فيعني بالعكس إحنا بنشجع جدا لهذا الموضوع، لأنه كتير عم يعني نجد كتير من الأشخاص ما بيقرأوا هاي الأمور، وبالعكس بيتعرضوا لأنه المنتج يكون يستخدم حتى بطريقة غلط أو يخزن بطريقة غلط، لأنه ممكن بعض التخزين أو بعض طريقة استعمال المنتج بيأثر كمان على صحتك أو بيأثر على القيمة الغذائية الموجودة في المنتج نفسه. فلازم نحرص على قراءتها عشان نتفادى هاي المشاكل، ونتمنى إن شاء الله من الجميع أستاذ عيرين أن يهتمون أكثر أيضا، يعني بكثر ما هو الشخص يهتم لمعرفة يعني تاريخ الإنتاج والصلاحية والانتهاء، أيضا يهتمون بموضوع يعني قراءة البطاقة الغذائية مثل ما ذكرتي أنها هي مهمة لمعرفة أيضا المكونات الغذائية الموجودة على كل منتج، بغض النظر إذا كان هذا الشخص يعني مصاب بأي نوع من المشاكل الصحية أو حتى إذا ما عنده مشاكل صحية، زين أنه يعرف المكونات الغذائية اللي موجودة في كل منتج. يعطيك ألف عافية الأستاذ عيرين رشيد خبيرة التغذية الغذائية بهيئة الصحة بدبي، وشكرا للمعلومات الجميلة اللي قدمتيها، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيكم يا رب، شكرا لكم. مستمعين الأعزاء، خدمات صحة المسافرين بعد الفاصل بيكون معايا أو بتكون معايا عفوا الدكتورة فاطمة محمد المرزوقي أخصائي طب أسرة بهيئة الصحة بدبي للحديث عن خدمات صحة المسافرين بهيئة الصحة بدبي بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى موضوعنا الثاني، خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان خدمات صحة المسافرين. ومثل ما نعرف مستمعين الأعزاء بأننا نقترب حاليا من موسم السفر، فعلينا طبعا الأخذ بالاعتبار ببعض الإجراءات الخاصة بالإجراءات، يعني مثلا اللي تتعلق بموضوع التجهيزات أو الأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال المرحلة الاستثنائية. معانا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة محمد المرزوقي أخصائي أول طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة فاطمة صباح الخير. صباح الخير أخوي عبد الله، صباح الخير للجميع. مرحبا دكتورة فاطمة، نحن طبعا سعداء بوجودك معنا في برنامج صحة وسعادة، واليوم للحديث عن أحد الخدمات المميزة بهيئة الصحة بدبي الخاصة بصحة المسافرين. دكتورة لو تعطينا نبذة الحقيقة عن هاي الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. طبعا هيئة الصحة بدبي تقدم الخدمات اللازمة والضرورية للمسافرين لتجنب أخطار الأمراض المحتملة اللي ممكن أن تفسد متعة السفر، وذلك من خلال خدمة المسافرين. الخدمة تلبي احتياجات المسافرين سواء المقيمين أو العابرين من جميع إمارات الدولة إلى كل أنحاء العالم. خدمات المسافرين متواجدة في جميع المراكز الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي. نعم طبعا مثل ما ذكرتي دكتورة بأن يعني مهم جدا الحقيقة لمعرفة الإجراءات الخاصة بموضوع السفر، وبالأخص يعني خلال المرحلة
الحالية. فمثل ما ذكرتي دكتورة بأن الخدمات هاي خدمات صحة المسافرين متوفرة في جميع المراكز الصحية التابعة لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. فدكتورة لو نتحدث أكثر، ما هي الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي الخاصة بالمسافرين؟ طبعا خدمة صحة المسافرين تقدم خدمات وقائية وصحية على أسس علمية، وتكون في متابعة دورية للمستجدات من الأمراض المعدية والسارية حول العالم عن طريق منظمة الصحة العالمية اللي هي WHO ومركز مراقبة الأمراض الأمريكي اللي هو CDC، ليتم اختيار المسافرين بالمخاطر الصحية اللي ممكن تواجههم أثناء السفر وتقديم المشورة الطبية كيفية تجنبها، وكذلك تزويدهم بالتطعيمات والأدوية الوقائية اللي هي مثل أدوية الملاريا الوقائية وأصدار الشهادات الدولية للتطعيم، خصوصا تطعيم الحمى الصفراء اللي يعد متطلب أساسي لدخول بعض الدول. نعم دكتورة، موضوع الـ 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 يعني ضرورة الرجوع أو يعني التواصل مع مراكز الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي لمعرفة يعني الخدمات الخاصة بصحة المسافرين، لو نتحدث عن هاي الخدمات وأيضا لو نتطرق يعني شوية دكتورة معاك عن التطعيمات المعتمدة للمسافرين اللي يقدمها هيئة الصحة بدبي. طبعا التطعيمات والمشورة الصحية تختلف على حسب وجهة السفر، فخدمات المسافرين توفر كل التطعيمات اللازمة للسفر لأي جهة في العالم، أولها الحمى الصفراء أهمها يعني، والحمى الشوكية، درن الرئوي، الحصبة، الإنفلونزا الموسمية، التهاب الكبد الوبائي، الدفتيريا، الكزاز، الكوليرا، غيرها حسب متطلبات الدول ودواعي وأنشطة السفر. طبعا في ناس يسافرون مثلا للسياحة، في ناس عمل، في ناس سفاري، فيعتمد على نشاط السفر، الغرض من السفر. التاريخ المرضي للمريض أيضا مهم للمسافر عفوا، ونسبة الخطورة طبعا، هذا كله من بعد تقييم الطبيب أثناء الزيارة. نعم فمعناته نعم. تفضلي دكتورة. يختلف على حسب الوجهة، يعني على حسب الوجهة والتاريخ المرضي للمريض وسبب السفر. صحيح دكتورة، طبعا يعني الوقت المناسب لو تكلمنا شوية عن التطعيمات، ما هو الوقت المناسب لأخذ التطعيمات يعني قبل السفر؟ ما هو الوقت وكيف يتم أخذ التطعيمات؟ نحن ذكرنا بأن الخدمات هاي موجودة في جميع المراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية، كيف يكون يعني الموضوع هذا وكيف يتم إعطاء التطعيمات للمسافرين؟ طبعا الشخص اللي حاب إنه يسافر يتواصل مع مراكز الاتصال ياخذ موعد. الخدمة توفر في كل المراكز الصحية الأولية تابعة لهيئة الصحة في دبي، يطلب موعد، يزور الطبيب، الطبيب بياخذ التاريخ المرضي، الفحص إذا مطلوب، بيسأله أسئلة عن السفر، مدة السفر، متى بيسافر، البلاد اللي بيسافر لها، يرجع للمركز اللي هو CDC ومركز مراقبة الأمراض الأمريكي، ويشوف المتطلبات للسفر لوجهة متطلبات التطعيمات والأدوية لوجهة السفر اللي المراجع حاب إنه يزورها، وبعدين بيقررون الأدوية اللازمة الوقائية اللازمة والتطعيمات الضرورية على حسب حالة الشخص المسافر. طبعا الفترة الكافية تقريبا شهر، ولكن حتى لو كان القرار فجائي طبعا الأفضل أن يزورنا، يقيم من خلالها الدكتور ويعطي التطعيمات واللقاحات اللازمة. صحيح، نحن نقول شهر، ولكن حتى لو ما كان يعني كانت الفترة أقل بعد ننصح أنه يراجع. صحيح دكتورة، طبعا في الوقت الحالي دكتورة فاطمة بخصوص موضوع أيضا هذه أحد الاستفسارات اللي وصلتنا الحين، شخص يقول بأنه ماخذ الجرعة الثانية من فايزر بايونتك وهو حاليا يعني بيسافر، فيسأل يعني ما هي المدة اللي ممكن يعني هو يكون خارج الدولة على أساس أنه ياخذ الجرعة الثانية، وإذا أتأخر يعني كم مدة التأخير بتكون يعني جيدة بالنسبة له؟ يعني هو بيسافر بين الجرعة الأولى والثانية؟ هي نعم
اوكي، نحن نقول بين 21 و 28 يوم الجرعة الثانية، ممكن يعني المدة بين الجرعة الأولى والثانية. نعم، حسب طبعا البروتوكولات اللي تم، أيضا حسب يعني الإجراءات بالضبط. اللي تم إعلانها في الدولة عن المدة بين اللقاحات، سواء إذا كانت يعني الفايزر أو السينوفارم أو الأمور الأخرى اللي متعلقة حول هذا الموضوع. دكتورة، أيضا يعني من الأمور الضرورية مثل ما ذكرتي بأهمية يعني الخدمات هاي اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لصحة المسافرين، نتكلم دكتورة عن بعض الإجراءات الوقائية والضرورية لصحة المسافر خلال المرحلة الحالية. طبعا في احتمالية أنه يزيد السفر من فرصة الإصابة بالكوفيد. صحيح، ننصح المسافرين أن يتجنبون السفر غير الضروري، خصوصا إذا كانت عالية الخطورة. وننصح أيضا المصابين بالأمراض المزمنة التفكير في تأجيل رحلات السفر غير الضرورية ومراجعة توصيات السفر حسب الوجهة، لأن العديد من الدول تقوم بتنفيذ قيود السفر والحجر الصحي الإلزامي، وطبعا التأكد من أخذ اللقاحات المطلوبة لوجهة السفر. طبعا تفضلي يا دكتورة. تفضل. لا، قصدي يعني مثل ما ذكرتي بأن المرحلة الحالية مهم، أن يعني الشخص اللي بيسافر لابد يعرف أن الدول اللي بيصير لها وكيف الإجراءات اللي موجودة هناك، على أساس أنه أيضا هو يعني ما يتفاجأ ببعض الأمور بعد وصوله إلى الدولة. طبعا في كل الأحوال نحن نوصيهم أن يرتدون الماسك، أنه ويغطي الأنف والفم في الأماكن العامة بما في ذلك وسائل النقل العام، مراكز النقل مثل المطارات والمحطات، لأن الماسك يعمل على إبطاء الانتشار ويساعد في منع انتشار الغزاز التنفسي من الأشخاص المسافرين للآخرين عند السعال، العطس، أو عند الكلام حتى. وطبعا يحافظ على نظافة الإيد، غسل اليدين باستمرار، استخدام المعقم، يتجنب لمس العينين والأنف والفم، ويتبع التوصيات والمتطلبات المحلية طبعا بعد العودة من السفر. نعم طبعا دكتورة فاطمة، أكيد يعني هناك بعض الخدمات اللي توفرونها اللي تتعلق بصحة المسافرين الخاصة بعد يعني رجوع الشخص من السفر، ما هي الإجراءات اللي مفروض أيضا ياخذها بعين الاعتبار؟ طبعا في بعض جرعات التطعيمات تكون مثلا ياخذها اول يوم وياخذها بعد مده مثلا شهر او شهرين وبعد 6 شهور، فنحن نوصي انه يكمل سلسله التطعيمات ما يقطعها، يعني ما ياخذها اللي هي قبل السفر، لا، يستكمل الجرعات اللازمه من الادويه الوقائيه. مثلا الملاريا، في جرعه من مضادات الملاريا تكون عن طريق الفم، المفروض يكملها حتى بعد الرجوع من السفر. طبعا فنحن ننصحها أن يكمل الجرعات اللازمة سواء من الأدوية الوقائية أو من التطعيمات، وفي حال ظهور أي أعراض صحية طبعا ننصح أن يطلب العناية الصحية ويزور الطبيب. نعم، مستمعينا الأعزاء معنا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة محمد المرزوقي، أخصائي أول طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا اليوم معها عن صحة المسافرين، وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. دكتورة فاطمة، الخدمات كيف ممكن الشخص أنه يحصلها؟ هل يعني مراجعة المركز الصحي مباشرة، أو يعني الاتصال بالرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي؟ طبعا احنا نفضل أن يتصل بمركز الاتصال 800-342 ويطلب مشورة قبل السفر أو يعني استشارة السفر، وبيعطونا موعد في أقرب مركز صحي له، وهاي هي الإجراءات نعم. المركز الصحي لهذا. نعم، فمستمعينا الأعزاء بإمكانكم التواصل على رقم الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي 800-342، وذلك للاستفادة من الخدمات المميزة التي توفرها هيئة الصحة بدبي الخاصة بصحة المسافرين. دكتورة، عندنا أحد المستمعين يسأل إن هل هو يعني إذا كان يحتاج أي تطعيم آخر متوفر في كل المراكز؟ نعم، تطعيمات السفر متوفرة في كل المراكز. لو نذكر دكتورة مستمعينا الأعزاء، ما هي التطعيمات اللي مفروض أيضا يعني الشخص يحط يعني بالاعتبار أن هاي التطعيمات اللي متوفرة في هيئة الصحة بدبي ومن ضمن خدمات صحة المسافرين اللي توفرها هيئة الصحة بدبي؟
طبعا اخوي عبد الله التطعيمات تختلف على حسب الوجهه. نعم تعرف على حسب الوجهه، في بلدان موبوءه مثلا بامراض معينه، في بلدان عاليه الخطوره لامراض معينه. فوايد مهم ان المسافر يقول لنا مثلا وجهه السفر، تاريخ السفر، يعني كم المده الباقيه على السفر، مده السفر كم بتكون، داعي السفر، يعني هو مسافر عمل، بيقعد في سفاري، بيكون المكان مكشوف أو بيكون فيختلف. في نعم فندق، يختلف. نعم، هاي الأشياء كلها تحدد التطعيمات. التطعيمات الموجودة عندنا تطعيمات، يعني كل التطعيمات اللازمة طبعا مثل ما قلت لك على حسب وجهة السفر والتاريخ المرضي للمسافر ونسبة الخطورة في المكان. عندنا الحمى الصفراء موجودة وهي تعتبر متطلب دولي لبعض البلدان، يعني ما يقدر يدخل البلاد بدون شهادة تطعيم الحمى الصفراء. الحمى الشوكية، الدرن الرئوي، الحصبة والحصبة الألمانية، الإنفلونزا الموسمية، التهاب الكبد الوبائي، دفتيريا، الكزاز، الكوليرا، غيرها طبعا يعني ما أقدر أحصرهم، نعم ولكن تقريبا هاي هي. دكتورة، أيضا يعني المرحلة الحالية يعني في بعض الناس يأخذون بعض التطعيمات على سبيل المثال الإنفلونزا، فأحد المستمعين يسأل هل يحتاج أنه يعني هو ماخذ الجرعة الأولى والثانية من سينوفارم، هل يحتاج يأخذ تطعيم الإنفلونزا إذا كان بيسافر خارج الدولة؟ طبعا الساينوفارم للكوفيد 19 نعم والانفلونزا هو انفلونزا الموسمية، ففي اختلاف. يعني اذا كان سؤاله هل الكوفيد 19 يلغي تطعيم صحيح، الانفلونزا؟ لا اي ما نعم يلغي، لا ما يلغي، والمفروض يكون في مدة زمنية فاصلة بينهم. صحيح، فيحتاج انه يعني ياخذ التطعيم الانفلونزا حتى لو هو ماخذ الجرعة الاولى والثانية من اللقاح الخاص بكوفيد 19 سواء اذا كان سينوفارم او الفايزر بايونتك. صحيح صحيح. دكتورة، شو النصائح اللي تحبين تقدمينها الحقيقة حول هذا الموضوع الخاص بصحة المسافرين لمستمعينا الأعزاء؟ أنا أوصيهم أن يكون فترة كافية للطبيب لتقييم المخاطر وأخذ التطعيمات واللقاحات أو حتى الأدوية على حسب وجهة السفر. حاليا مثل ما قلنا أن احتمالية أن يزيد السفر من فرصة الإصابة، فعشان كذي ننصح المسافرين تجنب السفر غير الضروري للوجهات العالية وعالية الخطورة، والمصابين بالأمراض المزمنة التفكير في تأجيل رحلات السفر غير الضرورية، وطبعا أن يراجعون توصيات السفر حسب الوجهة. أيضا عندنا دكتورة فاطمة سؤال من أحد المستمعات، تقول أنها هي عندها مشكلة الأزمة الصدرية أتوقع، وتاخذ بشكل يعني مستمر بعض الأدوية، وتاخذ هي اللقاح، ماخذة هي اللقاح، فهل السفر، تسأل هل السفر بالنسبة لها هي آمن، وتقول وضعها مستقر في الوقت الحالي، شو تنصحينها دكتورة؟ أنا أنصحها أن تراجع المركز الطبي أو الطبيب المتابع لحالتها، يكون مدرك أكثر بنوعية الأدوية اللي ياخذها، يقيم الحالة ويشوف إذا تحتاج أي تطعيمات أو أدوية أخرى ضرورية أن تاخذها في حالة أن احتاجت للسفر. طبعا الربو، إذا كانت المستمعة، يعني هذا هو سؤالها، إذا كانت أنا ياسف أفكر الكلمة هاي وأخيرا الربو، صح دكتورة؟ هي فهو يعتبر مرض مزمن. صحيح، نعم، فطبعا المفروض تحاسب في السفر و يعني تتبع الإجراءات اللازمة وضرورية والماسك وإذا كان السفر غير ضروري يعني إذا في إمكانية التأجيل. صحيح، وأيضا أتوقع دكتورة مثل ما ذكرتي بأن يعني الشخص اللي هو مصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة، نحن دائما نقول أنه يعني لابد أنه يراجع الفريق الطبي، سواء إذا يعني كان عنده مشكلة الأمراض التنفسية مثل ما ذكرتي دكتورة، الربو أو السكري أو الأمراض القلب أو بعض الأمراض الأوعية الدموية، فلابد أنه يعني قبل لا يتخذ أي قرار آخر يعني السفر أو غير السفر، لابد أن أيضا يكون هناك دائما علاقة وتواصل مباشر بينه وبين الفريق الطبي المعالج. صحيح. فشو تنصحين دكتورة في هاي النقطة هاي قبل لا نختم؟ في
المستمعة يعني لا أنا قصدي دكتورة يعني الشخص اللي مثل ما ذكرت، يعني اتصلت الأخت وتسأل عن موضوع إن هي عندها الربو، ولكن نحن نقول مو بشرط يعني الشخص يكون هو فقط اللي عنده الربو، أيضا الأمراض المزمنة الثانية مفروض إن تكون هناك دائما يعني حلقة تواصل مستمرة بينه وبين الفريق الطبي المعالج، على أساس إنه يتأكد من جميع الإجراءات ماخذنها بعين الاعتبار، سواء إذا كان بيسافر أو إذا كان حتى موجود داخل الدولة. صحيح، جميع يعني كل المصابين بالأمراض المزمنة ننصحهم أن يكون في تواصل مستمر بينهم وبين الطبيب المعالج أو المشرف على الحالة، لأنه هو يكون مدرك بجميع التاريخ، يعني التاريخ المرضي للمراجع، وتكون المشورة الطبية مخصصة له، يعني مبنية على نعم التاريخ المرضي للشخص نفسه، فتكون المشورة الطبية للشخص نفسه أفضل. صحيح. دكتورة فاطمة محمد المرزوقي، أخصائي أول طب أسرة بهيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة، وشكرا على هاي المعلومات القيمة والخدمات المميزة الحقيقة اللي تقدمونها الخاصة بصحة المسافرين. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخوي. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة فاطمة بأهمية الاتباع بالإجراءات الوقائية الخاصة بهاي المواضيع، وهيئة الصحة بدبي توفر خدمات صحة المسافرين مثل ما ذكرت الدكتورة فاطمة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي. فإذا حد منكم يعني عنده تخطيط بأنه يسافر، فنحن دائما ننصح بأنه يتواصل مع الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 8342، ولأخذ الموعد والاستفادة من خدمات هيئة الصحة بدبي الخاصة بصحة المسافرين. وأيضا دائما يعني نذكر بأن الشخص اللي عنده أي نوع، مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الدكتورة، من الأمراض المزمنة سواء الربو أو السكري، داء السكري أو أمراض القلب أو الكلى أو أي نوع من الأمراض المزمنة اللي هو مستمر على أخذ الأدوية بشكل يومي، فدائما نوصي الحقيقة ونشجع أن تكون علاقتكم مستمرة مع الفريق الطبي، وذلك لأخذ المشورة والنصيحة بشكل دائم. وأيضا نذكر بأهمية مثل ما ذكرت الأستاذة عرين، أخصائي التغذية السريرية، قراءة البطاقة الغذائية مستمعينا الأعزاء لا تعني المعلومات اللي موجودة فقط للشخص اللي مصاب بأي نوع من الأمراض أو عنده مشكلة صحية، فهذا اعتقاد خاطئ، وإنما الاعتقاد الصحيح بأن نحن دائما نعطي أهمية للمعلومات اللي موجودة على البطاقة الغذائية، سواء المعلومات الخاصة بالمنتج، بالمعلومات الخاصة بالمكونات اللي موجودة في المنتج، وذلك لمعرفة يعني كل هالأشياء اللي يعني موجودة على البطاقة الغذائية. مع هاي المعلومات مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم معلومات صحية مفيدة، ودائما هذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. قبل أن نختم أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معايا، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكان في التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومن الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.